السلام عليكم ورحمه الله مشاهدينا الكرام ارحب بكم في مستهل هذه الحلقه من الاجنده. في اجنده هذا الاسبوع الهدنه الخامسه فرصه اخرى لادامه الصراع وتمكين الميليشيا باطنيه الانقلاب في تناقضات الخطاب. ستة ايام مضت من من عمر الهدنة الهشة الخامسة فيما تبقى يومان على انطلاق مشاورات الكويت ان توفرت النوايا لانعقادها. الجميع يعبر عن حرصه على الهدنة لكن لا شيء على ارض الواقع يعبر عن سلامة النوايا خصوصا من جانب الانقلابيين. تشهد كل الجبهات تقريبا حربا ضروسا تحت مظلة الهدنة لكن الامم المتحدة للاسف لا ترغب في التعليق والإقرار بأن الخروقات جعلت الهدنة في حكم العدم ثم تنية لأن تصبح هذه الخروقات أمرا اعتياديا يصح معه انعقاد المشاورات كما انعقدت المشاورات السابقة في وقت لم تهدأ فيه المدافع ولم يأمن فيه المدنيون على أنفسهم من القصف العشوائي المستمر على أحيائهم وخصوصا في تعز يحاول المجتمع الدولي أن يمنح الميليشيا فرصة ثمينة للبقاء في المشهد السياسي رغم كل جرائمها بحق الشعب اليمني. في حين تواصل الميليشيا تزييف وعي الناس بإطلاق صرختها المراوغة المستوردة من إيران والمشحونة بدعوات الموت لأمريكا وإسرائيل. واللعنات الكاذبة لليهود الذين أهداهم الحوثيون مؤخرا وثيقة ثمينة للتوراة هي جزء من التراث الثقافي المكتوب لليمن. في هذه الحلقه سنقف على الوضع الراهن للهدنه وعلى مغزى الاشارات الايجابيه التي تلقاها الحوثيون على وجه الخصوص من الجانب الامريكي والتي تعزز الاعتقاد بان الحوثيين يتخفون بشكل جيد خلف الصرخه لتمرير مشروع يحمل بصمات امريكا ونواياها السيئه تجاه اليمن والمنطقه أحيطت الهدنة الخامسة بقدر كبير من الاهتمام من مختلف الأطراف وكان واضحا مقدار الحرص الذي عبرت عنه القوى الكبرى لإنجاح الهدنة رغم الخروقات التي تقود هذه الهدنة إلى الفشل تتزعم الولايات المتحدة الخط المتصلب في الموقف الدولي الداعي إلى المضي قدما في إحياء التسوية السياسية في اليمن بغض النظر عن التزام الطرف الانقلابي وبخص الحوثيين بالقرار الأممي الذي يشكل محور أي مشاورات مقبله سواء في الكويت او في غير الكويت. لم تنزعج الولايات المتحده من طريقة اسقاط صنعاء ولم تعبر عن خجلها لكونها دفعت بالرئيس هادي الى سلسله من المواقف والقرارات السيئه التي كانت تعني بوضوح ان الرئيس كان يساهم في تنفيذ خطه الانقلاب على نفسه وتمكين الحوثيين من السيطرة على السلطة. لا شيء يبعث على الخجل في السياسات الامريكية طالما وانها تتصرف وفق استراتيجيتها المكشوفة. استراتيجية اغراق المنطقة في صراع طائفي. يعمل على هدم المجتمع الاسلامي من الداخل وينهي المهددات التي تاتي من هذا الكيان وفق التصور الامريكي. لا احد أكثر خبرة ودراية بالدور الأمريكي المشبوه في اليمن من الرئيس هادي نفسه أو من الرئيس هادي نفسه الذي كان ضحية هذا الدور وتلقى الضرب الأكسى منه هذه الخلفية السوداء من الغدر هي التي تبرر التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكية التي عبر عن انزعاج الطرف أو التي عبرت عن انزعاج الطرف الأمريكي من التغييرات الأخيرة في هرمي الرئاسة والحكومة اتسمت تصريحات وزير الخارجيه الامريكي بقدر كبير من عدم النزاهه السياسيه تجاه الممارسات الاجراميه للميليشيا الحوثي في الماضي وفي الحاضر. وبالطبع ليس غريبا ان تنطوي تصريحات كيري عن انزعاج امريكي لان القرارات الرئيس هادي افشلت مخططا لتمكين الحوثيين. إذن لقد أفسدت قرارات الرئيس هادي خطة مبيتة لإعادة تنصيب الحوثيين في الواجهة السياسية لليمن عبر مشاورات الكويت وهي قرارات توصف وفقا للمعايير السياسية بالخطوة الاستباقية المباغتة لمواجهة مخطط مدروس بعناية هذا المخطط يهدف إلى حمل الرئيس على توقيع ما كان قد رفض التوقيع عليه سابقا في صنعاء إنها حقائق تكمن في صلب هذا الموقف الامريكي المتصلب الذي لا يبدو انه قد اقتنع بان كرامه اليمنيين لا تحتمل تنصيب ميليشيا ارهابيه طائفيه مثل ميليشيا الحوثي على رؤوسهم لمجرد انها تمثل نقيضا طائفيا لميليشيا ارهابيه اخرى ومنتج امريكي اخر جرت صناعته في افغانستان في ثمانينيات القرن المنصرم واستخدم هذا المنتج الاخير بكفاءه في هزيمه الاتحاد السوفيتي العدو الرئيس للامريكان انذاك. لوحظ على الخطاب او على خطاب قاده الميليشيا في الاونه الاخيره قدر من التقيه السياسيه التي تجيد هذه الميليشيا المرتبطه بايران توظيفها جيدا. فهم لم يعودوا يجادلون في من بادر اولا بخرق الهدنه. ولم يعودوا يتحدثون عن التحالف العربي بصفته عدوا. ولم يعد لدى هذا التحالف مرتزقه. بل تميز خطابهم في الآونة الأخيرة وتصريحاتهم بقدر من الانضباط الذي يشكل جوهر هذه التقية السياسية نقول ذلك لأن الممارسات على أرض الواقع مختلفة وما من تفسير لهذا التناقض بين الخطاب وبين الواقع إلا أن هذه الميليشيا ليس لديها من التطمين أو لديها من التطمينات ما يكفي لأن تمضي في خطة تعويم الحرب وتعويم المسؤولية عليها ليضاف ذلك الى التعويم الذي تمارسه الامم المتحده نفسها. آه التي لا تزال حتى هذه اللحظه تنظر للجميع باعتبارهم اطرافا متصارعه. لماذا اذا يصر الحوثيون على شعار الصرخه؟ هل لا زالت هناك حاجه ميدانيه للشعار؟ ام انه من لوازم الحرب التي يصعب التخلص منها؟ الذي لا يعلمه معظم الناس ربما ان الحرب السادسه التي شهدتها صعده تم انهاؤها بضغوط مباشره مارستها الولايات المتحده الامريكيه على المخلوع صالح وعلى المملكه العربيه السعوديه. وكان انهاء هذه المعركه او تلك الحرب قد تم بعد ان تلقت المملكه تعهدات من الحوثيين بعدم تكرار ما اقدموا عليه من تسلل الى اراضيها قبيل نهاية الحرب، وقبيل نهاية الحرب أوفدت الولايات المتحدة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فليتمن، الذي جاء إلى صنعاء وأبلغ المسؤولين فيها بضرورة وقف الحرب دون أن يكون معنيا حتى بإيضاح الأسباب. ولكن نتيجة الإحساس الحوثيين بنشوة النصر بعد سقوط العاصمة صنعاء. في 21 سبتمبر من العام 2014 ارادوا الضغط على السعوديه لاجل ان تعترف بهم كقوه امر واقع في صنعاء. هذا الضغط كان مستفزا للغايه فقد ذهبوا لينفذوا مناوره عسكريه على الحدود وليقولوا للم... للمملكه ان لم تعترفي بالامر الواقع الذي حدث في صنعاء فنحن مستعدون لحرب استنزاف على حدودكم. وترافقت هذه التحركات المستفزه مع حمله اعلاميه تنال من القدرات العسكريه للمملكه ولجيشها الذي وصفه احد المتحدثين باسم احد المتحدثين باسم الميليشيا بانه جيش الكبسه وهي عباره كررها فيما بعد المخلوع صالح وفي سياق مختلف. لم تتضح حتى هذه اللحظه نتائج مشاورات الرياض السريه التي يشترك فيها الحوثيون عبر ممثلين عنهم لكن هناك مؤشرات على ان الحوثيين يضعون كل ثقلهم من اجل الحصول على مكاسب من هذه المشاورات السريه اكثر من حرصهم على مشاورات الكويت العلنيه والسبب ان مشاورات الكويت قد حدد المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ اجندتها ومرجعيتها فالجميع سيذهبون الى الكويت ليتشاورون او يتفاوضون ليتشاوروا او ليتفاوضوا تحت سقف القرار الاممي رقم 2216 وحول خمس نقاط رئيسه. هذه النقاط هي انسحاب الميليشيا من المدن وتسليم الاسلحه الثقيله للدوله والترتيبات الامنيه المؤقته واستعاده مؤسسات الدوله واستئناف الحوار السياسي الشامل. بالاضافه الى انشاء لجنه خاصه بالسجناء والمعتقلين غير ان الحوثيين وصالح يحاولون التهرب من الموافقه على هذه البنود لان عينهم او اعينهم كما قلنا ليس على مشاورات الكويت بل على مشاورات الرياض السريه التي يعملون ان يحصلوا منها على مكاسب سياسيه تشبه تلك التي حصل عليها حزب الله اللبناني من اتفاقيه الطائف وعلى الرغم من الضغوط التي تمارسها واشنطن على الرياض إلا أن الرياض تدافع عن قراراتها في, 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 في اليمن بشراسة وتخوض معركة وجود إلى حد لا يمكن معه أن نتصور أن الرياض ستعمل على تمكين إيران من اليمن مجددا عبر حليفها الطائف الميليشاوي الحوثي وشريكها الانتهازي الآخر المخلوع صالح الذي وضع كل مقدرات الدولة بيد هذه الميليشيا بحثا عن فرصة تعيده إلى السلطة أو تحميه من ما بعد الانهيار طبعا هذا غير ممكن غير ممكن أبدا ولا نراه في الأفق القريب رغم كل ما يقال وما قد يقال بهذا الخصوص حينما نتحدث عن غطاء امريكي لكل هذه المغامرات الحوثيه القاتله فهذا لا يعني اننا نسلم بان الحوثيين هم القضاء والقدر الغربي المفروض على اليمن. لقد حدثت اشياء كثيره تجعل اليمنيين اكثر اصرارا على الدفاع عن حريتهم وكرامتهم، كما دافعوا عنها في حروب الثوره المباركه في الستينيات، والتي افشلت مخطط الامامه للعوده الى الحكم. لا يملك الحوثيون قوة سحرية طبعا لفرض الامر الواقع وفرض شروطهم فالمقاومة المقاومة التي تقاتل على الارض ومن خلفها الجيش الوطني بوحداته المتوفرة وامكانياته التسليحية قادران على هزيمة الميليشيا كما فعلوا من قبل في معظم الاراضي التي عادت الى السلطة الشرعية الذي يؤخر هذا الحسم عوامل سياسية اكثر منه اي عوامل اخرى عسكرية البعض من السذج اعتقد لفتره ان الحوثيين يحاربون الكون كله فهم ضد امريكا وضد اسرائيل وضد التحالف العربي ومع ذلك يحققون انتصارات في الميدان وهذه طبعا في الحقيقه كذبه سامجه لا يصدقها الا مغفل الذي يجري هو ان الجيش الذي كان محسوبا على الجمهوريه اليمنيه تحول الى ميليشيا وهو الذي يقاتل وهو الذي فرض سيطرته على ارجاء البلاد بشكل مباشر ولو كان اعلن للناس انه هو الذي كان بهذا العمل وليس الحوثيين لكان ذلك افضل لكن الذي حدث للاسف ان المخلوع صالح دفع هذا الجيش وخوله وحوله الى ميليشيا حتى ان مجلس الامن فرض عليه عقوبات تمنعه من التزود بالسلاح ولم يعد بامكانه الحصول على هذا السلاح الا عن طريق تهريب عن طريق التهريب لقد فقد هذا الجيش معظم امكانياته نتحدث عن جيش صالح طبعا فقد معظم ميليشياته التسليحيه والاسوا من ذلك انه افتقد هويتها الوطنيه باعتباره مؤسسه تحمي الشعب اليمني بعد ان تورط في قتل هذا الشعب لم يعد بالامكان اذا ان يذهب الجميع في اليمن وفي الاقليم خلف امريكا ويصفقون لها وهي تحاول اعاده اطلاق القطيع الحوثي المسلح على اليمنيين مجددا سلك الحوثيون خط إيران في المراوغة والخداع وفي إظهار نزعة المقاومة للاستكبار الأمريكي على حد زعمهم وإظهار أنهم ملتحمون مع الخط المقاوم في المنطقة للعدو الصهيوني ويتم تقديم حزب الله اللبناني على أنه نموذج للمقاومة حزب الله ذلك الفصيل الطائف السيء الذي نصبته إيران برضا كامل من الغرب ليكون بديلا عن المقاومة الفلسطينية التي كانت تنشط في جنوب لبنان. وكان هدفها الاساسي هو العوده الى فلسطين. وهو هدف بالطبع لا يقبل به الكيان الصهيوني. حينها تدخل الجيش السوري حليف ايران الاخر باوامر من حافظ الاسد في لبنان عام 1982 وكان اول شيء اقدم عليه هذا الجيش الطائفي هو انه طرد المقاومه الفلسطينيه من لبنان وشتتها في ارجاء الارض. وكانت اليمن إحدى المحطات المهمة التي استكرت فيها هذه المقاومة الفلسطينية ألم يكن ذلك جزءا من مخطط تصفية المقاومة الحقيقية وحماية إسرائيل بمقاومة شكلانية بعد ذلك تم تكليف حزب الله اللبناني بمهمة ملء الفراغ في جنوب لبنان ومقاتلة الجيش الإسرائيلي في الشريط الحدود اللبناني المحتل وغايته غاية هذا الحزب تحرير هذا الشريط فقط وليس تحرير فلسطين وتمكين الفلسطينيين المقيمين في لبنان من العوده الى بلدهم وقدس اقداسهم فلسطين. لقد وقع هذا الحزب الطائفي او بالاصح وقع هذا الحزب الطائفي على معاهدات وتفاهمات وكبل بقرارات صادره عن مجلس الامن، كلها تلجمه وتمنعه من محاربه اسرائيل. وها هو المثل الاعلى للحوثيين حزب الله يظهر اهدافه الطائفيه الحقيقيه ويستخدم فائض القوه في قتل ابناء وطنه في لبنان وقتل جيرانه من السوريين ابتداء من غزوه بيروت الشهيره التي وقعت في السابع من مايو ايار 2008 وانتهاء بغزوته الحاليه في سوريا الى جانب تعطيله لمؤسسات الدوله اللبنانيه ومصادرته لقراراتها. لقد تحول حزب الله الى سكين طائفيه حاده تذبح كل من يخالف ايران في عقيدتها، وكل من يريد ان يتحرر من نير الطغيان والعبوديه في سوريا ولبنان واليمن. لكن في ظل هذه النبره التشاؤميه التي تسود معظم التوقعات نتساءل هل بالامكان ان نتفائل بامكانيه الحل على قاعده الوفاق الوطني؟ تماما كما تفائلنا من قبل عندما ذهب الجميع الى تسويه سياسيه حققت تمازجا مقبولا ما بين الثوره الشعبيه والوفاق الوطني في مؤتمر الحوار الوطني نعني وامكن من خلالها تحقيق التغيير باقل الخسائر هذا سؤال كان بامكان اليمنيين ان يمضوا في انجاز اهم تجربه للتحول السياسي الديمقراطي السلمي في المنطقه لولا عده عوامل اهمها الانتهازيه الدوليه والتواطؤ الاقليمي واستمرار سيطره صالح على الجيش والامن وعلى مؤسسات الدولة هذا الامر اغراه في انجاز ثوره مضاده وهذه الامور عموما اغرته في انجاز ثوره مضاده اخرى كما فعل السيسي وانصاره او انصار مبارك في مصر ولهذا قرر صالح ان يستعيد السلطه فشل صالح لانه هذه المره فشل في استعاده السلطه لانه استعان باداه خطيره هي الحوثيين. متناسيا ان لليمنيين ثارا تاريخيا مع الامامه. ومتناسيا انه يلعب بالنار في منطقه مليئه بالبنزين. نتابع هذا التقرير. المكاسب السياسيه للهدنه الخامسه. هي مكاسب تريد اطراف دوليه ان تهديها الى ميليشيا الحوثي على مشارف الهزيمه المره التي تكاد تتلقاها في هذا المنعطف الهام من الحرب في اليمن. ذهب الحوثيون الى الرياض واعينهم على هذه المكاسب التي لن يحصلوا عليها دون ضغوط من الجانب الامريكي. وفي حين لا مؤشرات طفت على السطح حول نوع المكاسب التي احرزتها الميليشيا فانها تبدو من الجديه بحيث ضمنت هذا القدر من الانضباط في الخطاب السياسي والاعلامي للانقلابيين الذي أعدوا من خلاله تكييف مفرداتهم فلم يعد في خطابهم عدوان آل سعود ولا مرتسقة العدوان وما بقي ثابتا هو شعارات الموت لأمريكا وإسرائيل ربما لأن ثمة حاجة لأن تستمر أمريكا وإسرائيل في إسداء خدماتهم الجليلة للحوثيين من خلف هذا الشعار المراوغ آخر تصريحات المتحدث باسم الحوثيين محمد فليتة لصحيفة سعودية جاءت مهادنة ومسالمة وحرصة على الهدنة وعلى نحو اظهرت الى اي حد بلغ الخطاب الحوثي من الانسجام مع رغبه المملكه في انهاء الحرب على قاعده من الضمانات التي لا تسمح ربما بتاسيس تنظيم مسلح مطلق الصلاحيات على حدودها الجنوبيه. خطر بقاء الميليشيا مسلحه بالمدافع والاحان الطائفيه لا يقلق المملكه فقط وانما يهدد السلام الاجتماعي طويل الامد في اليمن ويصطدم مع مبادئ الجمهوريه التي تغذى منها وعي اليمنيين منذ اربعينيات القرن المنصرم. وبوحي من هذه المبادئ ظهرت مغامرة المخلوع صالح في التحالف مع الحوثي تجاوزا لهذه الثوابت واستهجانا غير مقبول لوعي الغالبية العظمى من ابناء الشعب اليمني الذي لو لم يقنع المخلوع مناصريه بانه يستخدم الحوثيين ورقة سياسية فقط رغم ما بذله المخلوع من جهد لاقناع مناصريه بأنه يستخدم الحوثيين ورقة سياسية فقط، غير أن التطورات التي أعقبت سقوط صنعاء أثارت المخاوف من مشروع الإمامة الذي بدا سافرا إلى حد لا يمكن احتماله، فيما بدأ المخلوع يفقد السيطرة على مجريات الأحداث خصوصا بعد أن أصبح هدفا لأهم تدخل عسكري عربي في الحرب التي شنها المخلوع مع حلفائه الحوثيين على الشعب اليمني. كشفت شعارات الموت لأمريكا وإسرائيل عن انتهازية الميليشيا وعن حقيقة المشروع الذي تحمله، فأمريكا لم تمت ولا إسرائيل. بل ابناء القبائل وسكان المدن الذين تقصفهم الميليشيا بلا هوادة كل يوم. اما امريكا فانها تبذل ما بوسعها لتضمن الحياه لهذه الميليشيا الموتوره التي تكشف كل يوم عن مدى استعدادها لاستخدام كل الاوراق من اجل استعاده سلطه تتناقض مع كل قيمه انسانيه معاصره. بالفعل امريكا لم تمت، الذي مات هم اليمنيون من خصوم الحوثي واتباعه. والتي ماتت هي ضمائر طلاب السلطة على حساب المصالح القومية والإنسانية لليمنيين وتلك ضريبة الغفلة والتواطؤ وقد حان الوقت حان الوقت ليستيقظ اليمنيون حتى لا يموتوا مثل الجراد بسبب عقدة السلطة التي تسكن مجموعة تعيش في شرنك ضيقة من الأكاذيب والادعاءات أعزائي المشاهدين عند هذه النقطة ننهي نقاشنا في الملف الأول من الأجندة نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود بعده إلى مواصلة مناقشة ملفنا الثاني (لا تذهبوا بعيداً) الباطل موجود منذ اللحظة الأولى التي وجد فيها الإنسان على هذا الكوكب من يوم قتل قابيل أخاه هابيل لكن طبعا صاحب الباطل لا يسمي عمله وكلامه وموقفه باطلا بل يبحث له عن مسميات أخرى يسميه مثلا موقف وطني أو موقف بطولي المهم أنه يبحث عن رقعة يستر بها موقفه المكشوف أو فضيحته المكشوفة ولما قرر تحالف الحوثيين والمخلوع إسقاط المرحلة الانتقالية ومكررات مؤتمر الحوار الوطني وإسقاط المدن ومؤسسات الدولة في الطريق إلى إسقاط الجمهورية برمتها كانوا في كل مرحلة يرفعون شعارا يبرر جرائمهم في دماج وفي غيرها في دماج مثلا قالوا انهم يقاتلون التكفيرين الاجانب وفي عمران قالوا انهم يقاتلون الدواعش وعند اسقاط صنعاء قالوا انهم فقط جاءوا لاسقاط الجرعه كان كل الاذكياء يعلمون انهم يكذبون وان اهدافهم غير ما يعلنون لكن الذي اغراهم بالاستمرار في الكذب هو علمهم ان جمهور المغفلين كثير وأن هذا الجمهور من المغفلين مستعد لتقبل الكذب والمشاركة فيه عن سبق إصرار وترصد. وكانوا الانقلابيين وما يزالون حتى هذه اللحظة يتهربون من مواجهة الحقائق والمقدمات إلى مناقشة النتائج التي ترتبت عليها. يتهربون من مناقشة مسؤوليتهم عما يجري إلى مناقشة ما يجري. تقول لهم: انتم نكثتم بالاتفاقيات التي وقعتم عليها في مؤتمر الحوار الوطني وفي غيره وتحالفتم مع النظام الذي زعمتم انكم ثرتم عليه وهجرتم الناس من مناطقهم وقتلتم الابرياء وهدمتم البيوت والمساجد واقتحمتم المدن ووضعتم رئيس الدوله تحت الاقامه الجبريه ورئيس حكومته ولما هرب من, من جبروتكم طاردتموه الى عدن وهددتم دول الجوار وأصبحتم تهديدا حقيقيا للنظام الجمهوري و و و يسمعون هذا كله ويجيبون عليك أنتم عملاء ومرتزقة للسعودية لأنكم تؤيدون العدوان وكأنه لم يسمع كلمة واحدة مما قلت وكأنه طوال الوقت كان يزرع الحب والسلام وبراءة الأطفال في عينيه لا يحبون ان يتذكروا انهم بداوا بالظلم والعدوان وان الله يقول فلا عدوان الا على الظالمين ولا يحبون ان يتذكروا انهم فئه بغت بقوه السلاح على شركائها في الوطن بعد ان تدخل الاشقاء في الاصلاح بين الفقراء بين الفرقاء عفوا ولا يحبون ان يتذكروا وهم اصحاب المسيره القرانيه ان الله تعالى يقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله وسواء كان هدف التحالف ردع الفئه الباغيه او حمايه دول الخليج من تهديدات ايران فان الحقيقه الساطعه كالشمس هي ان تحالف الانقلاب قد جر اليمن الى معركه ليس لليمنيين فيها اي مصلحه سوى مصلحه العائلات التي تريد ان تجعل اليمنيين عبيدا لديها. في هذه الفقره سنسلط الضوء بطريقه سجاليه على بعض مقولاتهم وشعاراتهم في مرحله ما بعد عاصفه الحزم. لعلنا نكشف عن تناقضات عن التناقضات الواضحه في خطابهم. تناقضات تؤكد انهم يبطنون ما لا يظهرون وانهم هم ومخلوعهم في مسيرة من الاكاذيب والضلالات التي لا تنطلي الا على المغفلين وفاقدي الضمير من اشباه المثقفين والنخب. منذ ان تدخلت السعوديه ودول التحالف في اليمن لضرب الميليشيا التي هددت امن اليمن والخليج ووسائل الدعايه التابعه للانقلابيين تسمي هذا التدخل عدوانا. ونحن لا يهمنا الان مناقشه هذا الكلام من حيث الصحه والخطا انما نحاول كشف تناقض خطاب الميليشيا مع واقعها كما قلنا. يسمون تدخل الخليج في اليمن لحمايه نفسه عدوانا. اما تدخل ايران في اليمن لتهديد استقرارها فهو تعاون على البر والتقوى. واما تدخل روسيا في سوريا فهو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأما دعوة روسيا للتدخل في اليمن فهو من باب الاستعانة بسطيك في وقت الضيق وأما تدخل حزب الله اللبناني والعراقي في, اللبنان في سوريا وفي اليمن فهو من باب إنما المؤمنون إخوة ولا أحد يسألهم ما معايير العدوان كيف بتصنفوا هذا عدوان وهذا مش عدوان متى نسمي هذا التدخل عدوانا ونسمي هذا التدخل نصرة للمظلوم وفي أي شريعة يجوز لك ان تصادر الحقوق والحريات وتسقط المدن وتلغي العمليه السياسيه المدنيه وتنتهك الحرمات ثم لا يحق للمظلوم ان يطلب النصره من احد في اي شريعه هل هي شريعه المسيره القرانيه ام هي شريعه الحسين الذين ترفعون شعاره وتتحدثون عن مظلوميته قال الانقلابيون إن من يستعين بالأجنبي على أبناء وطنه كمن يرضاها في أمه، هكذا بأسلوب فج لا يحترم حتى أذن السامع. ومع ذلك لم يخبرونا ما حكم الجمهوريين الذين استعانوا بالمصريين في ثورة 26 سبتمبر. ما حكم تعاون إيران سيدتهم الجديدة مع أمريكا فيما يسمونه الحرب على الإرهاب؟ وما حكم استدعاء نظيرهم الطائفي في سوريا بشار الأسد لروسيا؟ وطائراتها واساطيلها لمواجهه 90% من الشعب السوري الذي يرفضه. وما حكم المخلوع حين استعان بالامريكان في مواجهه القاعده. وحين اضطر للاستعانه بالطيران السعودي لضرب معاقل الحوثيين عندما كانوا فصيلا ارهابيا في نظره، وقبل ان يتحولوا بقدره قادر الى حلفاء وطنيين. ولم يخبرونا ما حكم بيت حميد الدين؟ الذين استعانوا ببريطانيا وامريكا وحتى باسرائيل لمحاربه اليمنيين الجمهوريين في ستينيات القرن الماضي. يقول الانقلابيون ان الوطن الحقيقي وصاحب القضيه الشريفه لا يهرب من بلده وانه يبقى فيها ليقاتل عن قضيته وشرفه. ونسوا نسوا ان بيت حميد الدين لاجئين في السعوديه حتى اليوم وان يحيى الحوثي مثلا كان لاجئا في المانيا بعد حروب صعدة وان نجل المخلوع صالح لاجئ في الامارات وابن اخيه لاجئ في بيروت والاخر لاجئ في اثيوبيا وانهم كانوا جميعا سيلجؤون لدوله ما لو ان الشرعيه والتحالف قرروا ذلك وهكذا لا يتساءلون عن مبدا حق اللجوء الذي يقول فيه القران الكريم ان الذين توفتهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها هذا هو القران يا اصحاب المسيره القرانيه يامر الناس ان لا يستسلموا للكهر والظلم والواقع المرير وان عليهم ان يهاجروا من اوطانهم اذا لم يستطيعوا مقاومه الباطل ام ان لديكم قرانا اخر غير قراننا يقولون انهم ذهبوا الى عدن وابين وشبوه وتعز وكل مكان في اليمن لمحاربه الدواعش. والعجيب ان محاربه القاعده والمتطرفين مشروع امريكي. مشروع امريكي في المقام الاول. وهم يزعمون انهم ضد المشاريع الامريكيه. فاذا كانت القاعده وداعش تهدد المصالح الامريكيه بالفعل فلماذا تقاتلون اعداء امريكا؟ وهل كنتم تحاربون داعش عندما دخلتم صنعاء واسقطتم الدولة؟ ثم قبل هذا وذاك من انتم حتى تحاربون الدواعش؟ وتحاربون المخلوقات الفضائية التي تتخيلونها؟ هل انتم دولة؟ أم وكلاء لدولة ما؟ وهل يجوز لجماعة مسلحة أن تقوم مقام الدولة؟ هل يجوز للإخوان المسلمين مثلا أن يهاجموا القرى والمدن اليمنيه؟ تحت شعار مقاتلة دواعش الحشد الشعبي مثلا يردد الانقلابيون مع أتباعهم مقولة يقولون فيها لو لم نكن على حق ما صمدنا أمام 13 دولة معتدية من بينها أمريكا وإسرائيل والسعودية والجنجويد ونحن بدورنا نقول لهم لقد صمد داعش أمام العالم كله العالم كله يقاتل داعش فهل داعش على حق؟ لانها صمدت؟ اذا قلتم انها صناعه امريكيه فكيف نفسر الموقف الامريكي السياسي الداعم لكم؟ الا يدل هذا على انكم صناعه امريكيه ايرانيه مشتركه؟ وقد سبق وان اوردنا بعض البراهين على ذلك في ملفنا الاول من هذه الحلقه وفي حلقات سابقه. يرفع الانقلابيون شعار الموت لامريكا. مع أن أسيادهم الإيرانيين هم الذين ساعدوا أمريكا على دخول العراق وأفغانستان كما صرح مستشار خامنئي نفسه علي أبطحي ومع أن حلفائهم في العراق يقاتلون جنبا إلى جنب مع الأمريكان ومع أن أمريكا شيطان الأكبر عملت على حمايتهم في مجلس الأمن أكثر من مرة وكانت تميع بيانات مجلس الأمن تجاه اجتياحهم للمدن لعمران والعاصمه صنعاء تحديدا. ومع ان امريكا دفعت باتجاه التفاوض معهم والاعتراف بهم كقوه يمنيه رئيسيه في مؤتمر الحوار الوطني وبعده. ومع ان امريكا لم تغلق ابواب سفارتها يوم دخلوا صنعاء مدججين بالسلاح كما تفعل السفارات عاده. عندما تشعر بانفلات امني في العاصمه ومع ان امريكا لم توجه صواريخها الى صدورهم كما وجهتها الى القاعده ولم نسمع يوما ان طائرات امريكيه ضربت طقما حوثيا مثلا او تعقبت قائدا ميدانيا كما تفعل عاده مع اعدائها الحقيقيين مع ذلك كله ما زالوا يرفعون شعار الموت الامريكي فاذا كنتم اعداء امريكا حقا لماذا تتسامح أمريكا معكم؟ لماذا لا تعتقل عبد الملك الحوثي كما اعتقلت أسامة بن لادن؟ لماذا لا تضيق عليكم الخناق وتعتبركم جماعة إرهابية على الأقل؟ الحقيقة التي لا يستطيعون إخفاءها مهما حاولوا هي أنهم يعملون ضمن مشروع متفق عليه مع أمريكا وإسرائيل في المنطقة هو مشروع حلف الأقليات مشروع حلف الأقليات المشروع الذي يهدف الى تأمين اسرائيل واقامه سلام دائم معها من خلال جعل الاقليات الدينيه والمذهبيه في المنطقه حاكمه للاكثريه. وبهذا ينشأ صراع داخلي في المجتمعات العربيه. صراع تلجأ فيه الاقليات الى اسرائيل وامريكا لحمايتها وبهذا يضمنون ولاء هذه الاقليات الحاكمه لاسرائيل. انهم يخدمون المشروع الصهيوني في المنطقه فقط لا غير ومثلما شاركوا في اضعاف الدوله العثمانيه في القرن الماضي او في القرن قبل الماضي في القرن الماضي مما اثر على قدراتها العسكريه والاقتصاديه في الحرب العالميه الثانيه ومثلما ساهموا في اضعاف الجيش المصري في ستينيات القرن الماضي مما اثر على قدراته في مواجهه اسرائيل في حرب 67 مثل ما فعلوا ذلك فانهم اليوم يسهمون في اضعاف الجيوش العربيه جميعا لخدمه اسرائيل عن طريق اقحامها في حروب بعد ان اسهمت منظومتهم الاقليميه في تدمير الجيش العراقي بحجه انه جيش بعثي سني وبعد ان صمموا على حمايه طاغيه سوريا على حساب السوريين والجيش السوري والقول ان المنظومه الايرانيه في المنطقه تتماهى مع المشروع الصهيوني هذا كلام ليس كلامنا وحدنا بل هو كلام شخصيات كبيرة في المذهب الشيعي نفسه بل هو كلام مؤسس حزب الله اللبناني وأمينه العام السابق صبح الطفيلي الذي كرره مرات عديدة في مقابلات عديدة بصيغ مختلفة دعونا نستمع إلى ما قاله صبح الطفيلي يمنون على الدولة العراقية ب قذيفة، 2000 طلقة اعطوهم 2000 طلقة ليقاتلوا الامريكاني يريد ان تستمر الحرب في العراق يريدنا ان نغرق جميعا باسم سنة وشيعة باسم متطرفين وغير متطرفين تكفيريين وغير تكفيريين يريدنا ان نستمر بالحرب لانه عنده مشروع طبعاً. وهو الذي سيستثمر هذا المشروع، وانا قلته مرارا، نحن في سوريا نقاتل خدمة لاسرائيل، نحن في سوريا نقاتل خدمة للامريكان، علينا ان نجد حلا اخر غير القتال، هذا صحيح. الذي قلته، اليوم انا لا اصدق، انا لا اصدق ان هناك خطرا. هذه مجرد بعبع بوع كما يخيف الاهل بعض قديما ابنائهم بالضبع او بالبعبع برا عبد يخوفون بشيء اسمه داعش طبعا هذا كان اول امين عام لحزب الله اللبناني وهو عالم شيعي درس في النجف وكان ابرز اساتذته العلامه الشيعي محمد باكر الصدر وكان من اعضاء حزب الدعوه العراقي الذي يحكم العراق اليوم وله تاريخ في العلاقه مع الثوره الخمينيه والحرس الثوري الايراني. الرجل الذي استمعنا اليه قبل قليل انكشف عنه الغطاء واصبح يرى ايران خطرا على المذهب الشيعي واصبح يرى ان وظيفه حزب الله الاساسيه مع حسن نصر الله هي حراسه المستعمرات الاسرائيليه في شمال فلسطين لان حزب الله لا يمانع من توقيع معاهده حدود مع اسرائيل. وهذا يعني انه سيعترف بوجودها وسيحمي حدودها بمقتضى هذه المعاهدات لو وافقت اسرائيل والرجل صبح الطفيلي يعارض تدخل حزب الله اللبناني بشده في سوريا ويتهكم على تناقضات اصحابي بالقول كيف نتحالف مع امريكا في العراق ونقاتلها في لبنان هذا كلام لا يقبله عاقل بالفعل هذا كلام لا يقبله عاقل لكن هؤلاء لا يعولون على العقلاء هؤلاء يعولون على المغفلين فقط وأصحاب الضمائر الرثة قد تتساءلون ما لنا ولحزب الله اللبناني في هذه الحلقة الحقيقة إن ما يجري في اليمن مرتبط عضويا بما يجري في العراق وسوريا ولبنان والمنطقة بشكل عام وكلام صبح الطفيلي عن حزب الله يفضح المنظومه الايرانيه في المنطقه، والحركه الحوثيه هي احدى جبهات هذه المنظومه المتقدمه. الرجل يقول كلاما خطيرا، وهو ليس كلام محلل سياسي حتى ناخذ من كلامه ونرد. هذا رجل سياسه وقياده ومسؤوليه من الطراز الاول، ويعرف جيدا ما يقول. الرجل يتحدث عن تشكيل حلف اقليات بحمايه اسرائيليه في نفس المقابله طبعا اي ان الاقليات المذهبيه والدينيه والايدولوجيه في المنطقه تحالفت او ستتحالف مع بعضها ضد الاكثريه السنيه الحاكمه بل وينقل الطفيلي عن قيادات في حزب الله قولها اننا اي الشيعه اذا تعرضنا لتهديد سني سنتحالف مع من؟ مع اسرائيل دعونا نستمع الى صبح الطفيلي ثم نعود للحديث في الموضوع خليني اوضح الصوره إيه؟ للناس هذه الحدود على حول لبنان ستكون مفتوحه وكل انواع السلاح وكل انواع الرجال وملايين الرجال وملايين السلاح سيتدفق الى لبنان ومعلش الشارع السوري الشارع السني للاسف الشديد ايضا محتقن وحينئذ لا سلاح حزب الله ولا غير سلاح حزب الله سيستطيع ان يقف امام هذا الامر. وهنا احذر ايضا انه سيجد الكثيرون واليوم في حديث بالشارع الشيعي ولدى كثيرين من المقربين من قياده حزب الله انه نحن حينئذ سنضطر نتحالف مع الاسرائيليين وهذه العن النتائج اذا كانت سياسه ستوصلك الى ان تفكر بالتحالف مع الاسرائيلي فيعني هذه السياسه يجب ان تعيد النظر فيها ولا يجوز لك ان تكمل بها وجريمة كبرى يجب أن تعاقب إذا أكملت بها طالما أنها ستنتهي بك بالحد الأدنى إلى أن تتحالف مع العدو سنتحالف مع إسرائيل إذا شعرنا بالتهديد هذه ليست مجرد عبارة قالها قياديون في حزب الله اللبناني إنها عقيدة سياسية يؤمنون بها أو يؤمن بها الإماميون الشيعة في كل زمان ومكان وقد ضربنا لكم المثل في حلقة سابقة كيف ان بيت حميد الدين استعانوا باسرائيل فعلا في عام 64 لضرب ثوار سبتمبر، وان احد اقارب الحوثي نفسه كان في الوفد المفاوض للاسرائيليين في ذلك الحلف. نقول هذا لعلنا نسهم في انقاذ مغفل من المغفلين يقدم نفسه على مذبح السلطه الاماميه وهو يظن انه يقاتل من اجل استرداد القدس والحق المغتصب. هؤلاء لا يعنيهم اي شيء في هذا الوجود غير ما يعتبرونه حقوقهم المغتصبه، الحقوق التي سلبت منهم ذات يوم في ليله السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962، افيقوا ايها اليمنيون، افيقوا قبل ان تقع الفاس في الراس فتصرخون ولا يجيبكم احد. مشاهدينا الكرام الى هنا نصل الى نهايه هذه الحلقه من الاجنده سعدنا برفقتكم الى ان نلتقي كونوا بخير